فهاد البقعة اللي فيها تضرب رسول الله، فهاد البقعة فين تظلم الحبيب وتعاير فيها، فهاد البقعة فين تأذى بلال اللي كان كيتجرجر في كل قنت فيها، فهاد البقعة رسول الله وصحابه تحملوا العذاب الأليم، هنا فين تقتلت أم عمار، وهنا فين تذبح باه، وهنا فين عذبوا الحبيب 21 سنة طاردوه وقاتلوه وقتلوا أحب الناس ليه. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من السلسلة مع الحبيب. رمضان ما بقى ليه والو باش أنه يخرج بالسلامة، والسلسلة ديالنا أيضا قربت للنهاية ديالها، ولهذا ما كرهتكمش أنهم الحلقات اللي جايين ما تفلتم منهم حتى شي وحدة. فخليني ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. من بنود صلح الحديبية أنه أي واحد بغى يدخل في الحلف تاع سيدنا محمد غادي يدخل، وأنه اللي بغى يدخل في حلف قريش يدخل ليه. فخزاعة قررت باش أنها تدخل في حلف سيدنا رسول الله، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش. غادي تدوز شهور وسنوات حتى غادي تعدى بنو بكر على خزاعة. تضايقت قريش وناضت قريش كتعاون بني بكر بالمال والسلاح وحتى بالرجال ديالها، وكان كيسحب لهم لأنه حتى شي واحد ما يقدر يوصل الخبر سيدنا رسول الله. فهم كانوا كيخرجوا بالليل وكيتقاتلوا معاهم حتى غادي تحمى خزاعة بالحرام، ومع هذا بنو بكر ما عطاوهمش اتساع. سليم الخزاعي غادي يمشي تجري لعند رسول الله اللي كان جالس في المسجد، وبدا تيقول فيه شعرا كينشدوا لله باش انه ينصره، وهذا كان حلف ما بين خزاعة ورسول الله. قال رسول الله قدام الناس: نصرت يا عمرو بن سالم، وشاف السحابة وقال: هذه السحابة تستهل بالنصر يا عمرو، يعني غادي يجيكم النصر. غيخبر رسول الله صحابه باللي انه قريش راه خلفت العهد ما بينها وما بينه، وهو يقول: كانكم بابي سفيان يقدم عليكم، كانني اراه، زعما غيطلب ان يشد في العقد ويزيد المده. وصدق الحبيب. فهاد اللحظه غادي يتجمعوا كفار قريش وخافوا اللي يوصل لرسول الله ويحبس داك العهد اللي بينهم او لا الاتفاق، وسولوا شنو نديروا. قالوا: غادي نصيفطوا شي حد منا يطمئن محمد بالعهد اللي بينا. شكون غادي نصيفطوا؟ قال ابو سفيان: انا غنمشي ليه. ابو سفيان جا للمدينه، واول حاجه غادي يدير انه غادي يدخل لدار بنته ام المؤمنين ام حبيبه. لما دخل عليها بغى يجلس على الفراش نتاع رسول الله، وناضت ام حبيبه وطوات داك الفراش ديال سيدنا رسول الله على باها ابي سفيان. سولها: بنتي شنو درتي؟ أترغبين عني بهاد الفراش؟ علاش درتي بحال هكا؟ قالت: هذا فراش رسول الله، وانت مشرك نجس، حتى لو كان باها فإن رسول الله أغلى منك يا أبي. غادي تطوي الفراش ديالها، وقال باها: لقد أصابك بعدي شر يا فلانة. وهو يخرج وبدا كيقلب على رسول الله في المدينة، فلقاه مشى لعنده وبدا يطلب منه باش انه يشد في داك العقد. كيف خبرهم رسول الله، ولكن ما جاوبوش الحبيب، وفيما قال شي كلمه رسول الله ما كانش كيتجاوب معاه. غيمشي ابو سفيان عند ابي بكر كيطلب منه انه يشفع ليه عند رسول الله، وحتى هو ما غاديش يجاوب. ومره اخرى غادي يمشي لعند ابن الخطاب وقال ليه: يا عمر شفع لينا عند محمد. قال لي: عمر انا نشفع لكم عند رسول الله، انا بغيت نجاهدكم باي حاجه. غيمشي ابو سفيان لعند علي اللي كان لقاه مع فاطمه وعندهم الحسن، غادي يطلب من علي انه يشفع ليه. قال ليه: ما انا بفاعل يا ابا سفيان، وما كنظنش بلي انه سيغني عنكم، لقد اعد رسول الله امرا لا رجعه فيه. غادي يبان ليه الحسن باقي صغير كان تيلعب، هو يقول: فاطمة واش تقدري تجعلي هذا الغلام أنه يجيرنا ويصلح به ربنا بين العرب؟ هذا يقول لي علي: ما هذا الغلام بفاعل، ولا أظن أحد يجبرك أبا سفيان، ولكن سر عند الناس وطلب منهم الجوار، إذا قبل منك النبي هذا وإلا لم يغني عنك شيئا. فعلا يمشي ابو سفيان عند رسول الله من جديد، ما جاوبوش، مشى مسرعا لمكه وبداو تيسولو شنو الخبر. غادي يقولهم شنو كاين، وخافت مكه كلها من رسول الله لانه يخالف العهد. وهنا غادي يجمع الحبيب باش انه يخرج لمكه وعلى مقاتله اهل مكه، حيتاش نقضوا داك العهد اللي بينه وبينهم. وجد رسول الله الجيش ديالو واستعد للخروج وحدد الوقت والزمن ودعا مولانا وقال: اللهم عمي علينا العيون والاخبار حتى نباغتهم. بغى رسول الله انه يوقف عليهم على خفلة ان يباغت اهل قريش، الا ان رجل من الصحابة سميتو حاتم بن ابي بلتاح اللي هو واحد صحابي جليل غادي تضعف ليه النفس ديالو، واذا به غادي يكتب رسالة اللي غادي يحذر بها اهل مكة من ان محمد غادي يغزوكم وجيش المسلمين راه هو جاي لكم. وعطى هذا الكتاب او لهاد الرسالة لواحد المرأة باش انها تسافر سرا، لكن مولانا في هذه اللحظة غادي يوحي لنبيه ورسوله بهذا الامر، وعيط سيدنا رسول الله على
علي والمقداد والزبير وقال لهم غادي تمشوا دابا لواحد البلاصه الروضه اللي سميتها اخاخ، غادي تلقاو فيها واحد الضاعينه، واحد المراه اللي مسافره وعندها واحد الكتاب ولا واحد الرساله وغادي يجيبوها ليا منها. غادي يمشي الامام علي والمقداد والزبير ولحقوا عليها وقلبوا حوايجها ما لقاو عندها حتى شي حاجه. قالوا ليها جبدي لينا داك الكتاب. قالت لهم راه ما عنديش. قال لها علي كذبتي وصدق رسول الله، اما انك تخرجي الكتاب او لا لا اجردنك. وهي تجبد ليه ديك الساعه داك الكتاب من حوايجها وما يعطيو لرسول الله. من خطاب الى قريش كيحذرهم. سيدنا رسول الله تيقرا وتيقول ويحك يا حاطب شنو درتي؟ قال لي والله ارتدت يا رسول الله، اني احب الله ورسوله ولكن ليس لي يد في القوم وعندي أهل وأولاد وليست لي قرية في قريش، فأردت أن يكون لي يد عليهم. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لي سيدنا رسول الله لا يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم وحاطب قد شهد بدرا. فإذا بعمر غادي تطب راسه وغادي يقول الله ورسوله أعلم. غادي يدخل شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، غيخرج رسول الله بجيش قوامه 10,000 مقاتل متوجهين لمكة باش أنهم يفتحوها. في الطريق وفي الجحفة غيتلقى الحبيب بعمه العباس مع الأهل ديالو ولاده اللي جاي من مكة، ففرح برسول الله وتقدم حتى وصل للأبواء. وهنا غادي تلقى بابن عمه أبو سفيان ابن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية اللي جايين مسلمين ولكن ما استقبلهمش رسول الله من شدة وطأسهما على رسول الله. وفين ما بغاو يهضروا معاه أو يدويو معاه كينخلهم وما تعطيهمش فرصة. الإمام علي غادي ينصح أبا سفيان ابن الحارث وقال ليه اقرأ عليه ما قال إخوة يوسف ليوسف. جاء أبو سفيان وقال لرسول الله تالله لقد أثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال رسول الله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. غادي تقدم الجيش اللي فيه 10,000 مقاتل حتى قربوا المكة وغادي طاح الظلام وأمرهم رسول الله باش أنهم يشعلوا العافية في المشعل ديالهم. تخيلوا معايا كيفاش غادي يكون داك المنظر نتاع 10,000 واحد هز مشعل في يديه، منظر اللي كان مهيب اللي ذكروا مولانا في القرآن. قبل 8 سنين غادي يخرج رسول الله من مكة للمدينة معاه أبو بكر ثانية اثنين ودابا رجعوا معاهم 10,000 مقاتل رجع بهم رسول الله من المدينة إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. غادي يشوفهم أبو سفيان مش ابن حارث ولكن بن حرب اللي كان هو قائد من قادات المعارك. تبهض بهذا المنظر وبهذا الجيش اللي كان عظيم. قال والله ما رأيت نيرانا ولا عسكرا مثل هذا. في هذه اللحظة غادي يسمع صوته العباس اللي هو عم سيدنا رسول الله وقال أبو سفيان. سول أبا الفضل إيش هادشي يا أبا الفضل؟ قال هذا رسول الله وهذا هو الجيش ديالو وصباح قريش والله. قال أبا سفيان شنو ندير يا أبا الفضل؟ قال ليه لو شافك رسول الله لضرب عنقك. غادي يركب هذه البغلة اللي كانت ديالت رسول الله وحطها عند العباس أبا الفضل. غادي يركب من فوق من البغلة وغطى ليه وجهه وبدا كيمشي به وسط الجيش وسط النيران. كل ما داز على قوم من المسلمين هازين الشعلة تيسولوا من هذا؟ قالوا هذه بغلة رسول الله وأمنوها حتى وصلوا للنار أو للمشعل نتاع عمر بن الخطاب. وعرف أبا سفيان قال هذا أبا سفيان عدو الله ورسوله، الحمد لله الذي مكن منك. وغادي يسرع عمر عند رسول الله باش أنه يقول لي هذا الخبار، ولكن العباس غادي يضرب البغلة وغادي تسرع قبل ما توصل لعند سيدنا رسول الله. وأسرع العباس ويدخل على رسول الله وقال ليه يا رسول الله لقد أجرت أبا سفيان. قال لي اذهب وأتني به صباحا. غادي نعسبو سفيان عند أبا العباس. وديك الليلة ديك المشعل ديالهم كاملهم بقاش مشعولة والجيش كيستعد باش أنه يفتح مكة. في الصباح جاء أبا سفيان مع العباس لعند رسول الله وقال ليه يا أبا سفيان ويحك أما علمت أنه لا إله إلا الله؟ قال والله لو كان هناك إله غيره لنفعني، يعني أنا راني مأمن بها. قال ليه ما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال ليه فهذه في النفس منها شيئا. هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال العباس هو تيحضر أبا سفيان سر عند القوم ديالك وحضرهم باللي أنه جيش محمد راه جاي لمكة فاتحا بالسلاح ديالهم والقوة ديالهم. فعلا غادي يمشي تيجري لمكة باش يحضرهم. يا معشر قريش جاءكم محمد بما قيل لكم به. جمعوا الناس من حوله وقالوا ليه شنو غادي نديروا يا أبا
سفيان، قال لهم من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. جيش رسول الله دخل مع مكة، وهذا الخبر غادي تسمعوا مرت أبا سفيان واللي هي هند بنت عتبة. غيبة لها أبا سفيان كيستسلم وقالت اقتل الحنيثة الدسمة، أخمسوا الساقين، وبقات كتحرض الناس عليه باش أنهم يقتلوا راجلها حيتاش استسلم. فهاد اللحظة غادي ينطق وغادي يقول الناس لا عليكم بها، ما تغروش بالنفوس ديالكم، جاءكم محمد بجيش وبرجال لا قبل لكم بهم. قالوا ليه وشنو نديرو؟ قال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا ليه قاتلك الله وما تغني عنا الدار ديالك. قال لهم مرة أخرى من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. كل شيء غادي يصرع للديور، حاضين جيش محمد جاي للمسجد الحرام، كيف خرجوه منه قبل سنوات هو رجع ليه فاتحا بقوة وإيمان ومقاتلين كثار. اما خالد بن الوليد غادي ياخذ الكتيبه ديالو اولا الفرقه ديالو ومشى للطريق مناش امر رسول الله، وغادي يواجه فرقه ولا كتيبه من المشركين. سحقهم بن الوليد وتقدم للصفا والزبير للحجون ونصب فيها الرايه، وبلا القبه لرسول الله وكيتسناه. جيش الاسلام داخل المسجد الحرام، المشركون هربوا وما قادرين يديروا والو. الجيش دخلوا لمكه من كاع الابواب ديالها وتنشروا فيها الايمان من بعد ما طغى عليها الكفر والشرك. فهاد البقعه اللي فيها تضرب رسول الله، فهاد البقعة فين تظلم الحبيب وتعاير فيها، فهاد البقعة فين تأذى بلال اللي كان كيتجرجر في كل قنت فيها، فهاد البقعة رسول الله وصحابه تحملوا العذاب الأليم. هنا فين تقتلت أم عمار، وهنا فين تذبح باه، وهنا فين عذبوا الحبيب 21 سنة، طاردوه وقاتلوه وقتلوا أحب الناس ليه. ها هما اليوم بعد سنوات راجعين باش يفتحوا هاد البقعة بكل فخر. اول حاجه غيبدا بها رسول الله هو حجر الركن اللي غادي يستلمه، ومن بعد غادي يبدا يطوف بالبيت وصحابه تيطوفوا معاه. رسول الله بغى يطهر هذه البقعه المباركه كيف طهرها ابوه ابراهيم والابن ديالو سيدنا اسماعيل عليهما السلام. غادي توجهوا صحاب رسول الله للاصنام باش انهم يهرسوهم. كل ما داز رسول الله على صنم تيضربوا بالعصا ديالو، تيقرا قول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. كاع الاصنام تهدمات ومبقى ديك الارض المباركه ولا حاجه من الاصنام. وهنا غيدخل رسول الله داخل البيت اللي غادي يفتح ليه الباب ديالو، وبدا يطهر لداخل وتيكبر في كل ركن من اركان الكعبه في الداخل. غادي يشوف صوره ابراهيم وصوره اسماعيل عليهما السلام يستقسم بالالزام، غادي يحيدهم رسول الله وقال والله ما استقسم بالالزام قط. من بعد ما طهر البيت من الداخل غادي يشد في البيبان بزوج، وكبر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نصر عبده وصدق وعده وهزم الاحزاب وحده. الناس كلهم تيشوفوا فيه، وقفوا عند باب الكعبه وكلشي تيشوف المؤمنين. وهنا المشركين كانت كيتسناو رسول الله كيفاش غادي يحكم ما بينهم، وهنا غادي ينزل حكم مولانا فيهم. غيوقف عند الباب كيخطب الناس وتيقول لهم ايها الناس يا معشر قريش ان الله اذهب عنكم فخركم بالابواب وطعنكم بالانساب. الناس لادوا ويقرا لهم قول الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. قال لهم رسول الله يا ايها الناس ما تظنوا اني فاعل بكم؟ قالوا المشركون اخ كريم وابن أخ كريم. دابا عاد ولا عندهم أخ كريم من بعد ما طاردوه لسنوات طوال وجرحوه وقتلوا أحب الناس ليه. فإذا بي غيقول لا أقول لكم إلا كما قالوا إخوة يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيه من بعد هذا الشيء كله، من بعد هذه السنوات كلها، من بعد هذا الألم والحزن إلى ما آخره، عفى عليهم رسول الله وفرحوا بهذا العفو. كل واحد منهم تيخرج من داره آمنا سالما إلا واحد البقايا من المجرمين لأمر رسول الله باش أنهم يتقتلوا. هنا حان وقت الصلاة، وهنا غادي أمر الحبيب بلال اللي كان كيتعذب هنا أنه يطلع من فوق من الكعبة ويأذن موعد الصلاة. رسول الله غادي يعيط على عثمان بن طلحة وعطى مفاتيح الكعبة وقال ليه هي لكم وما غاديش يحيدوها منكم إلا ظالم، وهي بقى عندهم الى يومنا هذا. رسول الله بقى في مكه 19 يوم تعلمهم، في اليوم الثاني غيخطب ما بينهم وعد الناس وذكرهم وقال هذه مكه حرمها مولانا عز وجل يوم خلق السماوات والارض فهي حرام الى يوم القيامه، لم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي، وانها حلت لي ساعه من النهار لا يسفك فيها دم ولا يعبد فيها شجره ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. وهكذا سيدنا رسول الله كان يعلمهم وبين لهم بعض الاحكام الشرعيه والاسلاميه
من بعد بدات بيعات الناس، بداو الناس كيقلبوا على دين الله عز وجل افواجا. رسول الله تيبيعهم عند الصفا حتى سلاو الرجال من البيعه وبدات بيعات النساء. بداو العيالات كيبيعوا رسول الله وعمر بن الخطاب معاهم اللي كان كيتاكد من البيعه ديالهم، تيبيعوا باللي انهم ما غيشاركوش مع عبادة الله شيئا. جاو من النساء واحد المرأة كانت خايفة، شكون هي؟ هند بنت عتبة، هذيك اللي تأمرت على قتل سيدنا حمزة عم رسول الله في معركة أحد، هي اللي صيفطات وحشي باش أنه يقتل حمزة وشوهات الجثة ديالو وحزنات رسول الله. هي دابا بغات تدخل دين الله ولكن كانت خايفة، غادي تغطى ودخلت ما بين العيالات في البيعة من بعد أمرهم رسول الله على التوحيد أنهم ما يسرقوش. وهي تعترض وقالت إن زوجي رجل شحيح، واللي كانت كتقصد أبو سفيان، فهل علي ضرر؟ زعما إلا خديت المال ديالو غيدخل راجلها. قال لها يا امرأة خودي من مالي ما شئتي. لما سمع رسول الله صوتها عرفها باللي أنها هند بنت عتبة اللي كانت مخبية ما بين العيالات. قال لها وإنك هند، أنت هند بنت عتبة، وغادي تكشف فإذا بها غادي تقول كن خير آخذ يا نبي الله أحفو عفى الله عنك. فإذا برسول الله كيبتسم وغادي يقول عفى الله عنك يا هند، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيه هذه هي أخلاق النبوة والرحمة المهداة. من بعد الشرك والسرقة مرة أخرى غادي تعترض هند على الزنا. قالت لسيدنا رسول الله أو تزني الحرة؟ قالت لها عائشة يا هند بايعي، كلنا بايعنا. البنت الرابع جا فيه ولا يقتلن أولادهن، ربيناهم صغيرة وقتلتموهما كبارا. كانت تقصد أولادها اللي تقتلوا في معركة بدر. ضحك ابن الخطاب ورسول الله. من بعد هذه البيئه امر رسول الله الناس باش انهم يهرسوا الاصنام اللي في ديورهم. هنا دخلت هند لدارها وشدت الصنم ديالها وقالت والله ان كنا فيك لا في غرور، كنا زعما مغرورين فيك. هزت الصنم ديالها وهرساته عم الاسلام في مكه كلها، حتى من الاب نتاع ابي بكر ما سلمش، حتى جابوا ابا بكر عند رسول الله وناض الحبيب عند ابا بكر وقال ليه لو تركت الشيخ في بيته وقمنا اليه. قال لي ابا بكر يا رسول الله انت احق ان يؤتى اليك، سلموا الناس ودخلوا في دين مولانا افواجا، وهنا غادي يتم الفتح وحقق مولانا الوعد ديالو لنبيه وسيدنا خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. اما سؤال حلقتنا الليله هو كالتالي، شكون هذه اللي صيفطات وحشي باش انه يقتل عم سيدنا رسول الله واللي هو اسد الله سيدنا حمزه رضي الله عنه؟ دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في حلقه الغد ان شاء الله. سلام سلام.